في الختام تذكير بأبرز العناوين. الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يحضر تجمعا جماهيريا في النعمة ويدعو لاختيار المرشح الأنسب لمجالس المحافظات. أهالي تكريت يشكون مصادرة أرصفة الطرق، ونسب إنجاز متقدمة تعجل بافتتاح مشروع مجاري بيجي قبل نهاية العام. البيوت السياسية تتنافس على القوائم في مجالس المحافظات، والسودان يجتهد لإخراج إدارة الدولة من هيمنة الأحزاب. أهالي الأنبار يرفضون العودة إلى سيناريو 2014 وتفكيك النسخة الثانية لداعش في ألمانيا وهولندا. إلى هنا نصل لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.